آثار شاهدة على تقدم ورقي الأجداد، وتكشف ملامح التاريخ المصري في حقبه المتعاقبة. تزخر مصر بالكثير منها في كل مكان لا تقدر قيمتها بثمن. طرقوا أهرامات وأعمدة ومعابد فارهة ومقابر مليئة بالتماثيل، يحاول البعض نبشها لاستخراجها والاتجار فيها محققا ثروات طائلة. لكن الأجهزة الأمنية تواصل رصدها لهؤلاء لتحمي هذه الثروة القومية من عمليات النهب، محققة نجاحات في هذا الصدد انعكس على كم كبير من الآثار التي تم ضبطها. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تنسيقا مع الأمن العام وأمن سوهاج من ضبط مجموعة من الأشخاص بمنطقة التل الأثري، كانوا يقومون بالحفر بحثا عن الآثار، وأرشدوا عن مقبرتين أثريتين توصلوا إليها. بداخلهما غرفتان للدفن عليها نقوش ملونة على جدرانها وبحالة جيدة. وأفادت لجنة من مفتشي آثار المنطقة أن الحفر يمثل كشفا أثريا ويرجح عودته للعصر الفرعوني المتأخر. الإدارة وتنسيقا مع الأمن العام نجحت في ضبط 70 قطعة أثرية عبارة عن مجموعات من الأواني والقطع الحجرية والبرونزية والتماثيل والعملات واللوحات بحوزة الجواهرجي وابنه بالأميرية بالقاهرة، يقومان بالاتجار فيها لتحقيق ثروة طائلة من ورائها. عقب إصدار إذن النيابة وتقرير الإجراءات روحنا مسكن الانتحار عنه فتشناه، والحمد لله ربنا كرم وتم ضبط 70 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام اللي قدام حضراتكم، وتم ضبط المتهم وجاري عرضه على النيابة العامة واتخاذ اللازم. ومع استمرار ضبط العابثين بالأراضي الأثرية، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط فلاح بأسيوط وبحوزته 277 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، منها تماثيل وعملات معدنية تعود للعصرين الروماني والفرعوني، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار. وتنسيقا مع أمن المنيا تمكنت الإدارة من ضبط 131 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة، منها 90 قطعة عملة معدنية وتمائم مختلفة الأشكال وتماثيل صغيرة الحجم بحوزة أحد الأشخاص اعترف بالاتجار فيها اشتراكا مع شقيقه الجاري ضبطه. مديرية أمن أسيوط نجحت في ضبط السائق وبحوزة تمثال أثري وكمية من المواد المخدرة.